الهزار حلو على فكرة، مش وحش خالص، بس ساعات بيبقى فيه هزار تقيل شوية، هزار ممكن يجيب جلطة لحد، هيتخض. انت بتهزر الهزار ده معايا انا؟ واحد يتبلى على واحد؟ لا مش كده يا عم، خف شوية في هزارك. هنشوف الموقف ده في آخر شقاوة. رضا مطر. رضا مطر؟ ايوه. نتعرف بحضرتك؟ مش عارف راحت فين. هي مين؟ مراتي كانت معايا الوقت. مراتك؟ عنده الهسوس يا فندم، سيبك منه. سالين انا. ده عنده الهسوس. انت تعرفه؟ سالين انا، ما هو عم يعمل حركات وعمال يلف ودور. سالين انا، انت سالتني كملي سؤالك معايا. ده عنده الهسوس. نتعرف بيه طيب وارجع اسالك. تعرفي دي يا فندم راحت. اسمك ايه؟ مين؟ ده متسابق زي الحلقة، ما تشغلش بالك بيه. انت اسمك ايه؟ طب هو ماله؟ مال مراتي؟ انا بدور على مراتي. هو ماله؟ ما هو انت برضو عمال تخيلنا، يعني فين مراتك؟ في الهوا؟ حضرتك اتفضلي. مخاوي حضرتك؟ مخاوي ايه وزفت؟ طب امال ايه طيب؟ والله انا اسمي عربي. عربي؟ طيب احنا معانا مجموعة اسئلة، اللي هيجاوب عليها هيكسب جائزة البرنامج. ماشي يا فندم. ساعد بيك بن فين؟ انجلترا. الله اكبر. ايه قال ايه؟ قال انجلترا يا استاذ. بصي هو الجعجعي زي ده وصوته عالي كده سيادتك، يبقى مش عارف حاجه، معلوماته خاطئه. سعدك بن يا استاذ، يا اللي عندك 70 طلعه. هو يعرف عني حاجه لو سمحتي؟ احنا انا لسه ما اعرفك ولا داري التاريخ. انت معاك محو اميه شكلك كده. انا سامح اميه. مال التاريخ ومال الساعات؟ امال ايه؟ ثقافه. إيه؟ ثقافه يا استاذ. ثقافه ايه ونيه؟ الثقافه في كل حاجه يا استاذ. سعدك بن دي في الفيوم. انا عايز الجايزه لو سمحتي. في الفيوم جنب السبع سواقي. في الفيوم؟ حضرتك لما تقعدي على السبع سواقي كده والهواء تلاقيها في وشك كده على طول. ده الساعة بتلف مع السقي. ايوه يا سليم، التاريخ ايه اللي انت قاريه؟ انت مثقفة. تعالي زي ما بقول كده الفيوم. والله احنا بقت في معلومات جديدة دلوقتي بنتفاجئ بيها، احنا غير اللي احنا درسناه. ممكن يعني انت عندك حساسة وهتقرفنا معاك يا فندم. خلصينا عشان انا عايز بطل. طيب ندخل على السؤال الثاني حضرتك. طب في برج موجود في باريس اسمه برج ايه؟ برج ايفن. برج ايه؟ برج ايفن. ايفن؟ اه هي ناقصه حرف. برج ايفن. برج ايفل. ايوه بس هي معلومه يعني راحت فين؟ الفين بقى؟ الفين حضرتك؟ برج ايفن. حضرتك برج ايفن موجود في برج العرب. برج العرب احنا بنروح ناكل هناك. والله انا قلت لك عنده هسس. بناكل فطير. والله هو مدور. بلا هسس بلا بتاع. والله مدور. ايه اللي هسس ده؟ بقول لك ايه؟ اقول لك انت ايه؟ كان انا حاجات وخلها. وخلها طبعا. وانت تقلع. ايوه. واقف وانا رايح عشا زيك. ما تبقاش حاجة كتير. بقول لك ايه؟ وانا رايح. انا كنت مجنون. انا مجنون اكتر منها. ما تخليش يا رب. وقفلت على الكلام ده. اكتر مين عليا اللي اكبر منك. يا جماعه عايز اكمل الحلقه والنبي. ثانية يا سيدي. لو سمحت يا استاذ. خير انتوا كمان. معلش هنعطلك بس ساعدينا بس. في مجنون هربان من مستشفى المجانين. احنا مالنا؟ حضرتك قالوا مش من هنا. ايوه ماشي. مش ماشي ده واقف. طب ما تدور عليه. واقف ايه؟ ما هو قدامك اهو. انت عندك هسهس. مش مالك هسهس اهو. شوف متاكد عشان ما نرفضوش. تخيل وش ساعد بيت بني موجوده فين؟ يا عم انت مالك؟ بيقول لي في الفيوم. ايه التخلف؟ عند السبع سواق. انا عارف الفيوم المشهوره بالكتاكيت. انا في منتهى العقل. والله انا في منتهى العقل. بتحلف؟ ما تصدقوش. انا عارف جدا. بص خايف ازاي؟ بقول لك ايه؟ قلع الجاكيت. هو ده المجنون اكيد. انا مش مجنون. لابس ابيض اهو. هم هيجنوني من غير جنان يا ولاد. انا عاقل جدا والله. فعلا؟ ساعات بتبني فين؟ كنت بتخانق. ساعات بتبني فين؟ اه عمال يتخانق. طب ساعات بتبني. انا مش مجنون. لا انا عاقل جدا والله. قدام كان عاقل اهو. حضرتك ممكن تبني. عايز اكمل الحلقه. هتلبسه بس. ليه هروح فين؟ انا عاقل. حط ايدك بس. لا ما بقول لك ايه يا حبيبي؟ انا هاخدك على هالنوم. الحبيبي يا امه. الحبيبي يا امه. السلام عليكم. ضوئي. اتفضل يا سيدي. ربنا يعزك حبيبي. معلش. لا ولا يهمك. عشان بس خشونه في رجلي بقى. معلش. هعرف اقعد شويه بس. معلش استحملني بقى. انا مالك. معلش ربنا يسعدك يا رب. معلش. خشونه وبواسير. معلش. انا مالك.
لك شوية. يلا يا ابني تقعد عدل. خشونة يا مش مهندس، ما ينفعش تقعد كده. يا ريت خشونة، ده كمان بواسير. أنا برضك زي حالاتك تعبان وقاعد أهو. اقعد عدل يا مشمهندس، بعد إذنك نهارك أبيض. بس اصبر عليا طيب. أنا لسه طالعين يا مشمهندس، نهارك أبيض بالله عليك. كده كويس؟ لا مش كويس، اقعد عدل يا مشمهندس بعد إذنك. اقعد زي الناس ما بتقعد. اقعد على مقعدك. إيه ده يا مشمهندس؟ لا 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 يا عمي لا، انزل مش هاخد، هروح المشوار ده، مش هروح المشوار ده، توكل على الله يا عمي، مش هروح المشوار ده بقول لك، لا يا عمي توكل على الله بالله عليك. يلا يا عم انزل، انزل يا عم، نهار قبض لسه ما استفتحناش يا عم، توكل على الله بالله عليك، انزل ببواسير يا عم، انزل يا عم، ولا بواسير ولا لحمه، انزل يا عم، دليه ايه حلوه ايه، انزل يا عم، بواسير ايه وبتاع ايه، نارك ابيض يا عمنا، عند البواسير ايه ان شاء الله توكل، يلا يا عم ماشي، بواسير ايه ولحمه ايه وضاني ايه، ماشي ماشي، يلا يا عم توكل على الله، نارك ابيض ماشي حبيبي، توكل على الله يا عم، شكرا يا عم، يلا يا عم ان شاء الله هيجي لك بواسير، بس بواسير وتقعد قعدتي دي واشوفها فيك يا عم، بواسير ولحمه، الهي واحد يا عم، توكل على الله بالله عليك، اه يا بواسيري لسه طالعين، اه يا عم بواسيري يا عم، بواسير يا عم، امشي غور في داهيه يا عم، انت يلا يا عم، يلا يا عم، انتوا الاثنين انت تاخدوا العربيه مني ولا ايه؟ يلا يا عم، يلا يلا انزل يا عم، يا عم يلا يا عم، قصر ايه وفرنساوي ايه؟ انزل يا عم، انزل شاي بس، عملتها تمشي شردنا على مزاجك، لا انا عاوز شاي بحليب، تسمع كده يا عم، انا هجيب شاي بحليب، انت ما تشردنيش على مزاجك، طب اسمك ايه؟ طيب اسمك ايه؟ ليه يا اخي؟ انا اسمي سعيد. وانت شغال ولا جاهز تتعرف على الزباين؟ طب بص يا ابني مالكش اسم، اسمعني طيب، هنا الشاي بحليب ب7 جنيه، اه واخد بالك؟ يا عم انا حر، لا انا هشرب شاي بحليب، انت شكلك لمؤاخذه يعني يا سيدي، ما تحترم نفسك يا عم، انت شريك يا عم، مش انت شايفني شحات يا عم، ما فين نفسك شحات انا يا عم، لا تصدق ان انت راجل قليل ادب، فين صاحب القهوه اللي هنا؟ اسمعني، فين صاحب القهوه اللي هنا؟ يا عم اسمعني طيب، انا عاوز صاحب القهوه، في ايه يا سلمي؟ كل يوم خناقه كده، في ايه؟ في ايه يا باشا؟ صباحك فل، حضرتك الراجل ده عاوز يشردنا على مزاجه ويقول له تعالى روح القهوه الثانيه، والقهوه الثانيه رخيصه، قهوه ثانيه بتسرب الزباين، فاتح قهوه من ورايا يا سيد، عيب عليك يا معلمه، انا بجد انا هقطع عيشه دلوقتي، انت بتصدقيني وهو قال لك كده، انا عيب وانا هطلع عليه، ليه كده؟ ليه تكذب ليه؟ اهو يا سيد لمتك بالشوارع وانت بتسرب الزباين، انا كبير وتكذب، انا راجل كبير وتكذب، انا كذبت، عيب عليك هتقطع عيشه حضرتك، لا انت بتكذب، انت متاكد؟ يا ست متاكد، انت تلم هدومك وتمشي يا جماعه، ترجع على بلدكم يا جماعه، في ايه بالظبط؟ انا وداني ايه يعني، انا سامع كل حاجه، هو في ايه بالظبط؟ ايه يا عم عيب عليك، انت جاي تربي البلع على الراجل، يا راجل انت مين انت اللي بتطلع قدامك ايه؟ الراجل عم محترم، عيب يا عم، الراجل ده ايه ده الراجل ده اللي انت بتكذب عليه، انا اخوه توم، انت اخوه ايه يا عم، انا ولا اعرفه يا اصلا، يا عم اسمع، انا شاهد ملك يا جدع، احنا نصابين، انت بتتكلم بجد ولا ايه؟ كل النصاب يا باشا، عمر يا باشا، الحساب ازيك يا حاضر يا باشا، خدت 2 عصير، وحضرتك خدت قهوه ولا خدتش؟ ايوه قهوه، قهوه 2 عصير، والله صباحتك نادي يا باشا، والله العظيم نورت الدنيا، ارجو تكون الخدمه عجبتكم يعني، تمام ربنا يخليك، كده حضرتك القهوه و2 عصير يبقى 250 جنيه، ليه 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 250 جنيه؟ شارب ايه ولا شاربين ايه؟ احنا قاعدين فين اصلا عشان تقول لي 250 جنيه؟ بالراحه سيادتك، اه خير يا عم، في ايه مالك حصل؟ خير بس 250 جنيه ايه؟ على 2 عصير واحد قهوه 250 جنيه؟ هي ال 250 جنيه فلوس دلوقتي؟ ايوه فلوس، مش فلوس ازاي؟ فين صاحب القهوه اصلا؟ انت حاسب ايه؟ اصبري انت ما تتكلميش خالص، فين صاحب الكافيه بتاعكم ده؟ انت صاحب الكافيه؟
يا بيه انا شغال هنا يا باشا. طب انا عايز صاحب الكافيه كده اشوف الاسعار اللي انت بتديهاني دي بتاعت ايه؟ ليه؟ ما دي اسعار معروفه هنا يا باشا، اسال الزبائن اللي قاعد اسال اي حد. انا ماليش دعوه بزبائن، هو انت فكرني اول مره قاعد على كافيه؟ امال ايه؟ طب الراحه. طيب بالراحه. اه خير يا عزيز. فنطها لك. فنطها لي. اتنين عصير مانجا. هنلعب كوتشين احنا. طيب مش اتنين عصير مانجا؟ اه. طيب. ادي حضرتك. ادي كوبايتين لوحدهم بس دولت ب 48 جنيه. كوبايتين ايه دول بقى؟ اللي هم اللي شربوا فيهم. ده هو ده الكوبايات. قلت لك اسكتي انت، اصبر انت. ماشي المانجا حضرتك. اه احنا قعدنا نقطع فيها ونضربها عصير كده. المانجا لوحدها 8 ورقه. ده انت سيادتك بتقطعها مع الشجر يعني. المهم كمل. هات اكل ماشي حضرتك. اه وادي اثنين شاليمو. اه شاليمو. وادي كمان حضرتك سكر حطيناه على العصير. ايوه ماشي. اه معلقه اللي قلبت بيها كمان. 16 يا فندم. هو نظام القهوه كده. نظام القهوه كده. حضرتك خدت. بقول لك ايه، هو فين صاحب المخروبه دي؟ يا فندم في ايه؟ ما هو إيه؟ خد تعالى. انا مش هحاسب الا صاحب القهوه. يا استاذ انا هتدخل انا في الموضوع. هو في بالظبط عشان ادخل حضرتك خد اثنين عصير وواحد قهوه ب 250 جنيه. اثنين عصير وواحد قهوه ب 250 جنيه يا بلاش. انا بدفع اكتر من كده اصلا وبيحاسبني على الكراسي. يا عم انت راجل فقير باشا، معكش فلوس من الاخر اشيلك ادفع لك. ادفع لي انت يا معفن انت. اسكت انت يا معفن انت. ادفع لك يا باشا. ادفع ايه انت يا معفن انت اصلا اللي تدفع لي؟ انت قلت لنا جابك قاطع انت من الكلام يا باشا. اشيل عشانكم كلكم. على حسابي مين انت؟ تعالى شيل نفسك يا عم روح. انت كلمني انا هنا. تعالى انت بس هنا كلمني انا هنا. ايوه ايوه. فين صاحب القهوه دي؟ لو معكش فلوس قول لي. ما هكسر لكم القهوه. فين صاحب القهوه دي؟ يا عم انت مستخسر 250. طب اقول لك على حاجه، انا مش دافع حساب يا باشا. ادفع لك انا. انا ادفع لك. يا عم ادفع لنفسك انت. مش لك تمام. ادفع لنفسك انت. اشيلك يا عم. اشيل نفسك انت يا عم. راح تصعب القهوة. يا عم يلا وانا مش حاسس. طب بالراحة. طيب يلا يلا وانا مش حاسس. طب هات 30 جنيه. يا عم انت لما تهزر مع حد اعرف يعني، هزر مع حد تعرفه مش حد متعرفوش. وده اللي شفناه في اخر شقاوة.